مباشرة إلى لوحة تعبيرية بعنوان ماذا نقول إذا التقينا رسول الله؟ فيا ترى ماذا نقول إذا التقينا رسول الله؟ سنرى هذه اللوحة التي تجيبنا عن هذا التساؤل، فليتفضلوا مشكورون. Thank you.
شكرا لأطفال تولا مرة أخرى على هذه اللوحة التعبيرية بعنوان ماذا نقول إذا التقينا رسول الله. إذن سنعود مرة أخرى إلى أصحاب الأصوات الجميلة والأهداف النبيلة فرقة سنابل الخير لتكون مسك ختام هذا الحفل البهيج. فسنكون مع وصلة إنشادية ختامية لهذا الحفل المبارك. فلتقدم فرقة سنابل الخير معززة مكرمة تحت تصفيقاتكم.